بالكاتب والأديب الأستاذ يوسف القعيد. أستاذ يوسف، مساء الخير يا فندم. ألو، أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك أستاذ يوسف. حضرتك أهلا سامعني بيكي. كويس؟ أهلا بيك، أهلا بحضرتك. تابعت حكاية وطن النهارده لغاية دلوقتي؟ طبعا شفت إيه بقى؟ ده يوم مهم جدا في أيام بناء مصر الجديدة. نعم، اللي بيتم تأسيسها نعم، مع الشعب المصري هم، بكل صدق وبكل أمانة وبكل موضوعية. أيوه، وبكل أريحية. نعم، وبشكل جديد تماما في العمل السياسي مصريا وعربيا وعلى مستوى العالم كله. نعم، فنحن أمة قائدة تتعرض لكثير من المؤامرات، نعم، وتتعرض لكثير من محاولات هدمها وتعويقها ومنعها من التقدم. وأعتقد أن حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تلخصه كلمة واحدة، الصراحة. فهو يصارح شعبه بكل شيء ولا يخفي عنه أي شيء، ويقدم له الحقيقة كاملة غير منقوصة وبشكل جيد، ويترك لعقله أن يتخذ القرار لصالح الوطن ولصالح مصر ولصالح بلدنا الجميلة مصر أم الدنيا. نعم أستاذ يوسف. أيوة، كنت حضرتك تتوقع أنه خلال 9 سنين يحصل اللي حصل في مصر لغاية دلوقتي؟ لا لا أبدا، ولا بالخيال الإنساني ولا بالخيال الروائي ولا بالخيال القصصي. ما تم معجزة. نعم، ما تم معجزة. نعم، ولو رجعنا للتاريخ القديم، أيوة، وشفنا لما فكروا أجدادنا يبنوا الأهرامات، الكل قال إن هذا من رابع المستحيلات. نعم، وشكك فيه قبل أن يتم. لكن إرادة المصريين تصنع المستحيل. نعم، وفعلته مصر في 9 سنوات الأخيرة معجزة بكل المقاييس، آتية من تضافر قائد وطني مخلص قدم حياته لشعبه، وشعب آمن بهذا القائد وقرر أن يمشي معه خطوة خطوة لإعادة بناء البلاد من أول وجديد كأنها لم تكن مبنية من قبل. نعم، فيعني هذه تجربة مهمة جدا. أدعو الآخرين، مش لأنهم يهدموها أو يحاولوا هدمها، إنما يتعلموا منها ويقتدوا بها ويحاولوا إن هم يبقوا جزء من عملية البناء الجميلة جدا التي لم تحدث من قبل. نعم، اللي جاي أحلى إن شاء الله يا أستاذ يوسف. أعتقد إن اللي جاي أحلى بكتير جدا. أكيد طبعا أنا موافق جدا على إن اللي جاي أحلى. أي، وإحنا بنشوف المحاولة الثالثة لبناء مصر الحديثة. نعم، محمد علي باشا حاول ده في القرن 19. أي، وجمال عبد الناصر وأنور السادات حاول هذا. نعم، في القرن 20. وعبد الفتاح السيسي يحاول هذا في القرن 21، ويقوم به بكل إخلاص ونزاهة وموضوعية. نعم، وكل وطني مخلص لمصر عليه أن يكون جندي من جنود مصر الآن، جندي من جنود الرئيس السيسي. نعم، جندي من جنود جيش مصر العظيم، لأن التجربة دي غير مسبوقة وتجربة مهمة، وليس أمامنا إلا أن تنجح. نعم، يعني النجاح هو الشيء الوحيد الذي يجب أن نصر عليه. نعم، ونعتبر هدفنا الأساسي. أيوه، النجاح أو النجاح. أيوه، ما عندناش خيارات تانية، لأنه ما فيش خيارات أخرى.
عشان خيارات اخرى عشان النجاح او النجاح. نعم عشان نكمل المشروع. تمام. نعم بشكرك بشكرك شكرا جزيلا الكاتب والاديب الاستاذ يوسف القعيد. خليني